أصدر حراك السويداء بيانا حول السياسات التي تمارسها قوة الحكومة السورية في الآونة الأخيرة بحق المطالبين بدولة القانون والمواطنة وتطبيق القرار الدولي 2254، مؤكدين رفضهم إرسال قوات الحكومة تعزيزات أمنية وعسكرية نحو المحافظة وإقامة حواجزات لترهيب سكانية. مع استمرار الاحتجاجات المطالبة بدولة القانون والمواطنة والتغيير السلمي وفقا للقرار الأممي 2254، تواصل قوات الحكومة السورية محاولاتها ثني المحتجين عن مطالبهم بكافة السبل، بما فيها الاعتقالات لأبناء المحافظة في مناطق سيطرتها وابتزاز ذويهم من أجل الضغط على المحتجين. فبعد احتجاز عدد من عناصر وضباط قوات الحكومة في السويداء وإجبارها على الإفراج عن طالب جامعي من أهالي المحافظة اعتقل في اللاذقية قبل نحو شهرين ونصف، دفعت القوات الحكومية بتعزيزات أمنية وعسكرية كبيرة إلى السويداء في خطوة ندد بها المحتجون وأعربوا في بيان عن رفضها، معتبرين أن هدفها ترهيب السكان وثنيهم عن مواصلة حراكهم. البيان قال إنه طوال 9 أشهر والمحتجون يرفعون الصوت عالياً سلمياً وحضارياً مطالبين بالتغيير السياسي وتحقيق العدالة وكف يد الأجهزة الأمنية وتغول سلطة البعث وتأمين مستقبل آمن لأبناء المحافظة وبناء سوريا الحديثة دولة المواطنة والقانون وفقاً للقرارات الدولية وأولها القرار 2254. البيان أضاف إن التعزيزات الأمنية التي تشهدها السويداء والتلويح بإقامة حواجز عسكرية تقطع أوصالها غرضها ترهيب الأهالي وثنيهم عن الاستمرار بحراكهم السلمي، مؤكدا أن هذا الحراك قوي بحاضنته الشعبية المتماسكة أهليا واجتماعيا ومدنيا وسياسيا ولن يحيد عن مطالبه. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد مساء الأحد أن قوات الحكومة استقدمت تعزيزات عسكرية إلى محافظة السويداء ضمت أكثر من 50 آلية بين سيارات مزودة برشاشات متوسطة وحافلات مبيت تقل مئات العناصر، واتجهت التعزيزات إلى مطار خلخلاء العسكري بريف السويداء، وذلك على خلفية احتجاز عدد من الضباط والعناصر للضغط على القوات الحكومية والإسراع بالإفراج عن الطالب المعتقل. ينضم إلينا من هيسن قاسم الحريري رئيس المجلس السوري الموحد للبناء، أهلا بك أستاذ قاسم. إذن قوات الحكومة السورية ترسل تعزيزات عسكرية إلى مدينة السويداء، ما الهدف من إرسال هذه القوات العسكرية؟ يعني تضم تقريبا 50 سيارة من بيك أب محمل عليه رشاشات متوسطة وأخرى باصات مبيت تحمل عشرات من جنود قوات الحكومة السورية. تحياتي لك أستاذ الكريم لكل مشاهدينك الكرام، وتحياتنا لأهل السويداء وأهل جنوب السوري وسوريا جميعا. أهلا بك. قبل كل شيء سيد الكريم، النظام تعود على إرهاب البشر في سوريا، النظام دائما يتكلم بأنه يحمي الأقليات، لكن بعد هذا الحراك العسكري الذي يعني افتحله في الجنوب السوري وبالذات في السويداء يدل بأن هذا النظام لا يحمي أحد بل يقتل كل الجميع من يواجه هذا النظام. لذلك التعزيزات العسكرية المتواجدة الآن في محور السويداء، إن كان الفوج 144 تم الفوج 44 تم تعزيزات عسكرية لهذا الفوج وقيادة الفوج في السويداء، واتجاه أرساس منطقة أرساس طريق القرية كمان لواء 127 تم تعزيزات لهذا اللواء، وبنفس الوقت تعزيزات الأفرع الأمنية إن كان وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية لهذه الأفرع الأمن في المنطقة في السويداء ومطار خلخلة العسكري. وفي الوقت هناك يوجد يعني عن أنباء أنه يوجد محاصرة للجبل بشكل عام بمنطقة السويداء باتجاه المنطقة الشرقية للسويداء بدبابات عسكرية من الإيرانيين وميليشيات حزب الله في المنطقة، يعني لا تبعد مسافات، يعني تبعد عن مسافة منطقة التنف، لا نستبعد إذا كانت أمريكا تعلم أنه هناك يوجد تواجد عسكري في هذه المنطقة، ويوجد تحشد عسكري شمال شرق مدينة صلخد بمسافة 30-35 كيلومتر من الميليشيات الإيرانية والميليشيات حزب الله والعراقية. عندما قلصت وجودها إيران في منطقة الجنوب السوري في منطقة شمال غرب محافظة درعا تجاه القنيطرة، كل المقرات التي تم إخلاءها من قبل الإيرانيين وحزب الله توجهت إلى السويداء وليس خارج دمشق بل إلى السويداء. أكرر، إخلاء المقرات لدى الإيرانيين وحزب الله في منطقة الجنوب السوري
توجهنا إلى السويداء، تعزيز المنطقة لإرهابها للسويداء وإيقافهم عن الاحتجاجات التي تقوم بكل يعني يوم وكل جمعة. يعني خلال 9 أشهر السويداء أثبت للعالم بأن هذا الحراك يعني لم يؤذي أي أحد، بالعكس الحراك كان يعني من ناحية لم يعني باعتقادك هذه التعزيزات الضخمة المتواجدة هناك والتي انتشرت مؤخرا، هل فقط هي لترهيب أهالي السويداء ووقف هذه الاحتجاجات السلمية، أو ربما فعلا تذهب إلى مواجهات مسلحة؟ سيدي بالنسبة للحشد التحشد العسكري بمنطقة السويداء، لا نستبعد بالأيام القادمة النظام يستخدم الاقتحام الليلي وليس النهار، يعني يستخدم الليل مثلا يقتحم المدينة لقتل شخصيات أو يعني يجند خلايا نائمة من تنظيم داعش، يسهل لهم الدخول إلى منطقة السويداء حتى يرهب أهل السويداء، حتى يجبر أهل السويداء بدخول دخول الجيش إلى أو عصابات النظام والمرتزقة النظام في المنطقة إلى السويداء. لكن النظام يعني ما نقول أنه عاجز أو لا عاجز، هذا النظام يعني لا تستبعد عنه كل شيء، النظام مجرم يعني يفعل كل شيء ماذا يريد في المنطقة، لكن السويداء يختلف عن باقي المحافظات. لماذا؟ حكم مرجعية المنطقة وطائفة المنطقة يوجد في لبنان دروز، يعني بمعنى الكلام جملات، يوجد في جولان المحتل في من أخوتنا الطائفة الدرزية، في فنزويلا في الطائفة الدرزية، في الأردن في الطائفة الدرزية، يعني كل هذه المسميات التي سميتها الآن يعني كلهم يوجد بين أيديهم أوراق سياسية الضغط على النظام أن لا يتقدم إلى السويداء. لكن رسالة الشيخ حكمة الهجري وكل أهل السويداء، إذا أراد النظام الحوار بالسياسة فسوف نحاور، إذا أراد القتال والدخول عسكريا البنادق جاهزة والمخازن معبأة. هذا كلام أهلنا في السويداء، يعني نحن جاهزين لأي عمل عسكري، نرد الظلم عن أهل السويداء، وحتى نبعث رسائل عن خلال قناتكم إلى الفيل الخامس في درعا، أرجو فتح يعني أبوابكم أن تكون مشرعة على أهل السويداء، أم الحياد جانبا أو أم يعني تم الانزلاق تجاه الحراك مع ضد السويداء أو مع النظام بشكل مباشر. لذلك المنطقة الآن مشتعلة، ننتظر الساعات المقبلة، إذا النظام اقتحم عسكريا نحن جاهزين عسكريا، إذا أراد الحوار سياسي نحن جاهزين سياسيا، بس أستبعد بالأيام القادمة أن يعني يتصرف بطريقة يعني حمقاء تجاه أهل السويداء، لأنه يعرف ماذا يفعل. والرسالة الموجهة للسويداء عن خلال التحشد العسكري الإيراني لبنشي حزب الله والمرتزق موجودين مع النظام السوري بشكل عام هو ترهيبه للمنطقة، ليس فقط السويداء بل رسالة لكل الطوائف الموجودة في سوريا بأن لا أنا أخاف أحد، أقتل من يقف في طريقي، إن كان أهل الدروز أن كان العلويين أو كان الإسماعيليين أو المشردين حتى أخوات الكرد، يعني بمعنى الكلام رسائل للجميع. لذلك النظام لا نستبعد عنه شيء، إن اقتحم أم لا يقتحم، لذلك الحذر واجب، ونتمنى من السويداء أن تجهيز البنادق. طيب هنا نسأل عن أهالي السويداء، الفصائل المسلحة هناك المحلية سيد قاسم، كما تعلم وتحدث حضرتك والكل يعلم أن احتجاجات السويداء مستمرة منذ 9 أشهر وشعارها السلمية ونجحت بذلك إلى الآن لحد الآن، رغم أنه قوات الحكومة قتلت شخصين من أهالي السويداء وبقيت المظاهرات سلمية. هل من الممكن إذن أن تنجر الفصائل المحلية اليوم إلى صراع مسلح واسع؟ سيدي الفصائل العسكرية الموجودة في السويداء وحتى يوجد مساندة لها من الجنوب السوري بشكل عام، أول شغلة إذا النظام جر الفصائل العسكرية في السويداء لا يعني أن نحن نريد الحرب، بل هو أجبرنا أن ندافع عن أنفسنا، هو الذي أجبرنا أن نقاتل. إذا أراد الحوار نحن جاهزين، إذا أراد القتال نحن جاهزين، البنادق جاهزة والسلاح جاهز، ويوجد سلاح وسطي وسلاح فردي، نحن جاهزين بأي عمل عسكري إذا النظام توجه تجاه السويداء. أما ننجر نحن عن طريق خطأ تجاه النظام، نحن لا ننجر، مدام النظام في مكانه لم يجرأ على أهل السويداء نحن سوف نلتزم بالحراك السلمي بعيد عن الاقتتال وبعيد عن كل شيء في المنطقة. طيب باعتقادك هل تفضل هل تعتقد أن اليوم الوقت أو الظروف الإقليمية المحيطة بسوريا مناسبة لأي صراع مسلح أو اندلاع اشتباكات مسلحة واسعة في الجنوب بالتحديد؟ طبعا سيدي منطقة الجنوب تختلف دائما عن مناطق الأخرى في سوريا حتى تختلف عن الشمال السوري. منطقة الجنوب جغرافية المنطقة محاذية لاتجاه جنوب الأردن بحدود كبيرة، وعندك من جهة يعني الجولان حدود كمان يعني طويلة وما جانب لبنان، وعندك من جهة البادي الشرقية تجاه إلى السويداء إلى التنف كمان حدود كبيرة.
يعني بمعنى الكلام منطقة الجنوب السوري مشتعلة، وأي حراك يعني تجاه أهلنا في السويداء عسكري من جهة النظام هذا يكبد النظام خسائر كبيرة، إن كان من ناحية عسكرية واقتصادية، والنظام فشل وعجز أن يعطي حقوق لمطالب أهل السويداء وأهل الجنوب وأهل سوريا بشكل عام. النظام اليوم عاجز اقتصاديا، عاجز أمنيا، لا يحمي أحد، النظام لا يستخدم إلا القتل والقمع بحق أهل السويداء وأهل سوريا بشكل عام، والاعتقال والتشبيح والاختيار وتجارة مخدرات تجاه الأردن واتجاه الدول الجوار بشكل عام عن طريق ميليشياته المتمركزة في المنطقة الجنوب السوري. طيب سيد قاسم، يعني ربما هذه التعزيزات جاءت عقب إفراج أو عملية مقايضة عندما أطلق أهل السويداء السراح الضباط وعساكر مقابل إفراج قوات الحكومة السورية عن سجين من أهالي المدينة معتقل منذ شهرين في اللاذقية. يعني هذه ربما حالات نادرة أو قليلة أن يستجيب أو تستجيب الحكومة السورية لهكذا ضغوط. برأيك لماذا استجابت هذه المرة وبهذا الشكل بهذه السرعة؟ سيدي قلت لك في البداية النظام يستجيب لأنه لا يريد صراع مع الطوائف الموجودة في سوريا، يعرف بالذات أخوتنا في السويداء لهم غطاء دولي، يعني السويداء خط أحمر، لذلك كل من متواجد في من مقيم من أهل السويداء في الخارج له ورقة سياسية يضغط على النظام حتى عن طريق المجتمع الدولي لا يتجرأ، يعني النظام الآن يتجاوب مع يعني أهل السويداء، لو كان هذا شخص يعني من طائفة أخرى أتوقع لا يستجيب، بل يقتل ولا يستجيب، لكن أهل السويداء يخاف منهم لأكثر من سبب، من ناحية الطائفة ومن ناحية يوجد دعم خارج لهذه المنطقة بالذات أهل السويداء، ليس بحكم فقط الطائفة بل بحكم التواجد من خارج الطائفة في بعض الدول، يعني مثل دول الجوار ودول فنزويلا وغيره بالمناطق. لذلك النظام يعني عاجز حتى يعني بمعنى الكلام أن يواجه عسكريا بالأيام القادمة، لكن نحن نقول الحذر واجب، الحذر نعم. واجب إذا تجرأ على أهل السويداء إن كان يعني بالزحف الليلي أو بخلق مشاكل داخلية لقتل بعض الشخصيات السياسية والعسكرية التي لها تواجد يعني فعلي على أرض السويداء، بمعنى الكلام يمكن يستخدم خلايا نائمة في المنطقة نحن لا ندري عنها، يعني هذا أقل شيء النظام قادر يعمله بمعنى الكلام، لكن لا نستبعد أنه يقتحم عسكري لأنه اقتحم يعني كثير من المناطق وقتل وأجرم، يعني لا أتوقع أن توقف عليه السويداء، لكن بشكل من الأشكال السويداء خط أحمر بالنسبة نعم. أن يتوجه النظام إليها، لسبب أنه يوجد يعني أي حراك مثلا لو توجه ميليشيات حزب الله تجاه السويداء هناك سوف تنتقل الحرب إلى لبنان تجاه من جهة دروز لبنان بشكل عام، يعني هذا كمان يلعب دور كبير في الساحة السياسية في المنطقة، ولا ننسى الضغوط الدولية والعربية والغربية ضد تواجد إيران على غرار المسرحية التي افتعلتها إيران، يعني الضربات العسكرية ضد إسرائيل يعني أصبحت مسرحية مفهومة لدى الجميع، الآن إيران في موقف يعني محرج أمام المجتمع الدولي وتواجدها في الجنوب السوري وأخرت بعض المواقع، لكن اتجهت مواقعها تجاه السويداء ترهيب أم رسائل للعالم أم رسائل لباقي الطوائف الأخرى في سوريا، لذلك ننتظر الساعات المقبلة أو الأيام المقبلة ماذا سوف يفعل النظام، لكن أي تحرك عسكري نحن مستعدين، من جهة الجنوب أهلنا في اللجاء مستعدين، أهلنا العشائر البدو في السويداء مستعدين لمواجهة النظام، موضوع كلنا الجنوب مستعدين. يعني هنا أسأل سيد قاسم، بعد هذه الانسحابات الإيرانية من بعض المواقع في الجنوب السوري تحت الضغوط الإسرائيلية كما أفادت التسريبات نعم. وحضرتك تحدثت عن ذلك أيضا، نعم. الفصائل المحلية في درعا أو الأهالي في درعا كيف يعني ممكن أن يستغلوا انسحاب الإيرانيين من هذه المناطق؟ سيدي احنا نستغل الانسحاب الإيراني أو تفريغ المناطق من التواجد الإيراني، على فكرة الإيران نعم انسحبوا يعني قلصوا وجودهم، لكن تم استبدال هذه المواقع بميليشيات عربية بمعنى الكلام عراقية وميليشيا حزب الله حتى يعني يبين أمام يعني إسرائيل بمعنى الكلام أن إيران انسحبت، وحتى أخلت بعض المواقع وبعض الإشارات التي تدل أن إيران كانت موجودة في هذا الموقع، يعني لكن احنا استغلال هذا الموقف لنا في الجنوب السوري نعزز قوانا يعني بمعنى الكلام يعني بمرحله جديده وانطلاقه جديده، لكن النظام لا يريد ان يفرغ الجنوب، لانه لماذا لا يريد ان يفرغ الجنوب؟ يعني وزع كل هذه القوات تجاه السويداء حتى يضعف حراك السويداء، وبنفس الوقت لا يريد ان يفرغ الجنوب حتى لا يتم زحف الجنوب السوري الى العاصمه دمشق، لان النظام لا يسقط الا من الجنوب، لمن اقرب للجنوب السوري؟ لا العاصمه دمشق الحقائب السياديه الجنوب السوري،
لذلك النظام عنده بعد كل المقاتلين من الجنوب إلى الشمال حتى بعد الخطر على العاصمة دمشق، وهو لا يريد أن يفرغ الجنوب بأكمله، لا العاصمة دمشق ولا حتى درعا ولا السويداء ولا القنيطرة، لكن تم استبدالهم بميليشيات مرتزقة أتوا من العراق ومن لبنان. نعم، أشكرك جزيل الشكر من هيثم قاسم الحريري رئيس المجلس السوري الموحد للبناء.